طيب محمد، بقول لي بصراحة كما عهدناك، أنت حتى من لطفك ورقيك أحس أنك ما تعرف تكذب صراحة، فإلى أي مدى صحيح هذه المعلومة أنك تنوي أن يكون الموسم المقبل أو هذه السنة هي آخر سنة لك في نادي النصر وتنوي التفرغ للدكتوراه؟ معليش جماهير النصر، أدري أنكم ممكن تزعلون، بس هذه معلومة نبغى نتأكد منها. والله بصراحة أنا بصراحة ما فكرت يعني مرة يعني بشكل جدي يعني، بس إنه كل لاعب له نهاية، له وقت يعني وينتهي فترته في الملاعب يعني. فإن شاء الله بإذن الله ما تكون نهايتي، اللي أنا بكون فترة اللي عشتها في نادي النصر فرحت كل جماهير نادي النصر بإحراز بطولات كثيرة يعني. لكن الفكرة تدور في رأسه، ما هي بعيدة. أنا قلت إنه لاعب في النهاية راح يوقف يعني عن الكورة يعني يعتزل. حاط له تاريخ ولا لا؟ والله لسه باقي شوي. طيب